اليوم تم إجراء هذه الندوة اللي كتكلم على التدبير ديال الماء، واللي هي ندوة فرضاتها السياق الوطني اللي كيعرف هذه الأزمة ديال الماء وديال قلة التساقطات. اليوم كاين إجراءات كتديرها الدولة ديال اللي كتخص الماء. حنا بدورنا كمؤسسة ديال المعهد المتخصص التكنولوجيا التطبيقية بن مسيك خدينا على دورنا هاد الندوة باش نحاولوا نوصلوا المعلومة للمتدربين، وحتى هما ينشروا المعلومة في المحيط ديالهم، وحتى هما يقوموا بدور جماعي باش نخرجوا من هاد الأزمة ديالهم. السلام عليكم. اليوم انعقد واحد الندوة للطلبة المعهد المتخصص التكنولوجيا التطبيقية بالمسيك. كانت هذه الندوة حول الماء وأزمة الماء وتدبيره على مستوى جميع أقاليم المملكة المغربية. وضحنا للطلبة الدور المهم الذي تقوم به الدولة من أجل إيجاد حلول جذرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، كنا اليوم مع الطلبة في المعهد المتخصص بالتكنولوجيا التطبيقية بالمسيك، فخصصت هذه الندوة ببعض الأساسدة، فتناولنا الحديث من الجانب الشرعي، تناول بعض الأساسدة من الجانب العلمي. فمن ناحية الجانب الشرعي، أول شيء يجب أن نعود إلى الله عز وجل، لا بد من التوبة إلى الله تعالى ورجوع إلى الله تعالى كي ينزل الله تعالى غيثه ورحمته وبركاته. ثانيا، حتى إن وقعنا في هذا المأزق وهذا البلاء الذي ابتلانا الله تعالى به بسبب ذنوبنا، لا بد أن نتعامل مع الماء بشيء من الاقتصاد وعدم الإسراف فيه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بذلك. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما روى الإمام البخاري أنه كان يغتسل بالصاع، والصاع هو 4 أمداد، يعني كان يقولوا 4 حفنات، وكان يتوضأ بالمد، المد هو حفنة واحدة كان يتوضأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه أنه مر بسعد، ومن أحد الصحابة الكرام، مر عليه وهو يتوضأ في نهر جار في واد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا الصرف يا سعد، ما هذا الإسراف؟ فقال أفي الوضوء صرف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جائر. فالمقصود من هذه الندوة التحسيسية هو أول شيء أن نحافظ على هذه النعمة التي أنعم الله تعالى علينا بها، وأن نحسن استعمالها في شتى القطاعات والمجالات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كأنني ممثل مدرسة الانستيتيو سبيسيال تكنولوجي ابليكي بالمسيك. اليوم كانت عندنا واحد الندوة صحفية اللي كتعالج ظاهرة قلة التساقطات، كأنها حملة تحسيسية لتوعية الناس وتوعية التلاميذ وتوعية الأقارب من أجل الحد من قلة وترشيد استعمال الماء. أكافئه، قال يا موسى ستركه 40 سنة وأفضحه اليوم، 40 سنة وأنا سأفضح اليوم بعد أن تاب إلي، وكان يحسن 40 سنة وأفضح اليوم اللي تاب لي أفضحه. هذا الذي نستفيد منه، أن لا يجب أول شيء أن نجدد التوبة إلى الله، هذا من الجانب الشرعي، من الجانب الإيماني أن نجدد التوبة إلى الله عز وجل. الله تعالى يقول في كتابه وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل شيء يحيا بالماء. وقد يسأل الإنسان في بعض الحالات، يعني نقول كل شيء حي، الحياة الأصلية النباتات والكائنات الحية وحتى الإنسان، فمعظم أجزائه عبارة عن ماء، يعني أكثر نسبة من المواد المتواجدة في جسم الإنسان هي أصلها من الماء. ثانيا، غير الفلاح، المقاولات الفلاحية راه فيها مستخدمين، لأن الماء مضروب ليه كواحد.